وللحديث عن الفساد في ميليشيات الحشد واتساع نفوذها في البلاد، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا، حياكم الله. اهلا وسهلا. ماذا يعني هذا الإقرار الفساد في هيئة ميليشيا من احد زعماء الميليشيات؟ يعني انه هذه المؤسسة فاسدة، لكن علينا ان ندرك بان الفساد في العراق وفي كافة مؤسسات الدولة هذا امر ثابت منذ 2003 والى الان، والفساد على اعلى مستوى سواء مؤسسات امنيه او مؤسسات قضائيه او اي نوع من المؤسسات، تبتدئ من الحكومه تنتهي باصغر موظف. هذا الفساد لا غرابه فيه عندما يعلن الان من اي طرف كان، سواء كانت جهه رسميه او منفرد، لكن عندما يعلن من جهه الحشد بان هناك فساد، هذا يعني انه هناك خلافات داخل قيادات الحشد، مما افضى الى فضح هذا النوع من الفساد، وليس من باب النزاهه ومن باب المصلحه العامه وتقديم المصلحه الوطنيه والحفاظ حفاظا على المال العام، بل هناك خلافات ادت الى فضح هذا النوع من الفساد. نعم، هذه الخلافات هي التي ادت الى فضح هذا الفساد وليس المصلحه العامه للشعب العراقي والمواطن العراقي استاذ حسين. نعم. كما تدعي طبعا الميليشيات التي دائما ما تعلن بأنها تبحث عن مصلحة المواطن العراقي، لماذا تأخر الإعلان عن هذا الفساد حتى الآن؟ يعني تأخر الفساد حقيقة هو نتيجة الخلافات، قد يجوز كانت تحت الرماد، الآن بدأت تظهر هذه الخلافات، وبالتالي يعني لا غرابة سواء تأخرت أم تقدم هذا النوع من الفساد، لكن يثبت أنه ظهور هذا الفساد أو فضح هذا الفساد هو نتيجة الخلافات، وقد يجوز هذه الخلافات تتطور شيئا فشيئا، سيما انهم جهات مسلحه قد يجوز تصل الى الاغتيالات والى التصفيات فيما بينهم، انه لا ولايه على هؤلاء اي جهه رقابيه حتى تستطيع ان تحقق في الموضوع من صدقه ام كذبه. نعم. ما الضامن الا تتحول هذه الاتهامات المتبادله التي طفت على السطح كما تفضلتم الى صراع مسلح واغتيالات بين الميليشيات كما جرى في حادثه اغتيال المسؤول في ميليشيات الحشد قاسم الزبيدي في ربيع عام 2018؟ هذا هو الراجح، انه مثل هذه المؤسسات عاده عندما يفضح امرها تبدا بالتصفيات، لان يعني تدرك انه لا ولايه لها، اضافه انها ماخذه صبغه القداسه والصبغه الدينيه وما الى ذلك، بالتالي لا تحتمل اي فضيحه ولا تحتمل اي كلام عنها، فتسكت الصوت الذي يتكلم عنها بالتصفيه الجسديه الكامله، وهذا هو الراجح يعني في فضح مثل هذا النوع من الفساد. وقد سبق مثل هذا النوع، اغتيل مسؤول المالي في الحشد، وقضيه الحشد والفساد هي ليست حديثه، اول يعني منذ تأسيس الحشد كان العبادي رئيس الوزراء الأسبق يطالب هيئة الحشد بعدد أعضاء، بعدد منتسبيها أو بمعرفة ميزانيتها، لم يعطوا أي معلومة عن هذا الأمر. كذلك مفوضة الانتخابات لم تعرف عدد أعضاء الحشد كم منتسب حتى تضعهم في التصويت الخاص للانتخابات التي مضت في تشرين الماضي. لهذا السبب أن هذه المنظومة هي فاسدة، معلومة بالضرورة، هذه المعلومة ليست جديدة وليست حديثة، لكن ما يميزها عن بقية المؤسسات أنه لا ولاية عليها، إضافة أنها جهة مسلحة تستخدم العنف ضد أي من يتكلم عنها. نعم، لكن أين دور الحكومة ومؤسساتها الرقابية على ميليشيا الحشد؟ لماذا هناك حجم فساد مهول في هذه المؤسسة التي من المفترض تبعيتها للقائد العام للقوات المسلحة وقد أعلن ذلك من قبل وهو رئيس الحكومة في آن واحد؟ أولا لا ولاية على الحشد من أي جهة حكومية، لا مؤسسة ولا فرد ولا شخص ولا بما فيهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وأول من أهان القائد العام للقوات المسلحة ومزق صوره وضعها تحت الحذاء هم هؤلاء. هؤلاء لا يأتمرون بأي قوة عراقية ولا ينتمون لأي مؤسسة عراقية ولا هم خارجي، عملهم ضد الشعب العراقي وضد المصلحة الوطنية، فبالتالي كل من يتكلم عن أنه له ولاية على الحشد فهو غير صادق ويثبت لنا على الساحة. أعتقد الحشد يعني مؤسسة خارجة عن سيطرة جميع المؤسسات العراقية وولايتها خارجية أكثر ما هي ولاية عراقية، وكل ما يقال أنهم هم يدعون بأنهم يتبعون رئيس الوزراء فهذا مجرد كذب وافتراء وفقط للتصريحات الإعلامية والاستهلاك المحلي. نعم، تغول هذا الفساد إلى أي مدى يقترن بإصرارها بإصرار الميليشيات على الحفاظ
على سلاحها وعدم تسليمه حتى للحكومة، بل وضع اشتراطات لذلك. هذا السلاح هو الذي يحمي هذا الفساد. لولا هذا السلاح لكان استطاعت الحكومة أن تحاسب وأن تحقق وأن تدقق، لكن هذا السلاح هو الذي يحمي هذا الفساد، وهذا السلاح هو الذي يقتل المواطن العراقي، وهذا السلاح هو الذي سبب في تدهور الحالة الأمنية والحالة الاقتصادية في العراق. بهذا السلاح يخطفونه، بهذا السلاح يقتلونه، بهذا السلاح يسرقون، فكيف لهم أن يتخلوا عن مصدر رزقهم ومصدر قوتهم؟ فهذا الأمر مستبعد جدا، إضافة لدعم القوى الخارجية لهذا السلاح في إبقائه، لأنه يعمل يعني لصالحها دون المصلحة الوطنية. هل تعتقد أن الميليشيات بشكل عام لا تزال قادرة على إقناع الرأي العام العراقي بالحاجة إلى دورها، لا سيما مع الفساد الجاري والنفوذ الذي طغى على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد؟ أبدا، الشعب العراقي يوعى بكثير مما تقوله الميليشيات. الميليشيات عاجزة أن تسوق نفسها داخل الشعب العراقي، بل عاجزة أن تسوق نفسها حتى بين أعضائها الموجودين. الميليشيات الحاجة تعاني من أزمات كبيرة، صراعات داخلية وأزمات كبيرة، وهي عاجزة أن تسوق نفسها للمجتمع العراقي الذي سامت سوء العذاب، قتلت الشعب، قتلت ثوار تشرين، اعتقلت المئات الآلاف، سيطرت على أموال الخاصة والعامة، فكيف لهم أن يسوقوا نفسهم على أنهم قوة أمنية وطنية تحمي الشعب العراقي؟ هذا كلام ما عاد أحد يتقبل له، رغم أنه لديهم أذرع سياسية وأذرع إعلامية تطبل لهم ليل نهار، إلا أنه هذه الكذبة ما عاد تسوق على الشعب العراقي. نعم، أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي من إسطنبول عبر الخط الهاتفي الأستاذ حسين السبعاوي، شكرا لك.